مشروع إنجاز وإنشاء وصيانة مبنى الإدارة العامة لنزع الملكية للمنفعة العامة على مساحة 4670 متر مربع. هذا المشروع احنا كنا موجودين فيه في شهر 4، كان المشروع تو على بدايته، لكن ما شاء الله يعطيهم العافية الشباب الكويتيين اللي ما شاء الله اجتهدوا وخلوا هذا المشروع يكون على ما تشوفونه الآن مشاهدينا. لكن ودنا نتكلم أكثر وأكثر عن هذا المشروع. معنا المهندس يوسف جاسر العنيزي مدير المشروع. مهندس صباحك الله بالخير ويعطيك العافية، ونقول لكم عساكم على القوة. شهر 4 اللي طاف كنا موجودين، ما شاء الله اليوم المشروع من افضل ما يمكن. ودنا نتكلم عن مكونات هذا المشروع. صباحكم الله بخير وحياكم الله. بالعكس احنا العام تقريبا شهر 4 كنتم موجودين في زياره لنا هني، وكان المشروع في مرحلته الاولى في مرحله الخرسانه. الحين مثل ما تشوفون احنا ان شاء الله في مرحله تشطيبات، طبعا الاشراف وزاره الاشغال باشراف مباشر. المشروع تابع لوزاره الماليه، مبنى الاداره العامه للنزع الملكيه للمنفعه العامه وجهاز البي او تي. المشروع متكون من 3 سراديب وارضي و9 ادوار. مكونات المشروع هو يخدم جهتين، الجهه اللي هي الاداره العامه للنزع الملكيه وجهاز البي او تي. الادوار مقسمه من ريسبشن واداره المساحه والماليه والاداره العليا، واخر طابقين اللي هم لجهاز البي او تي. ومجموعه الاشراف كلهم شباب كويتيين، طبعا مقسمين من مدني وكهرباء وتكييف وصحي، قائمين على الاشراف بما يحقق العقد والكواليتي المطلوب والجوده المطلوبه بالسعر اللي هو العقد نفسه. مهندس يوسف، ما شاء الله يعني هذا المشروع من المشاريع المهمة جدا لوزارة الأشغال، لكن هذا طبق فيه مثلا تطبيقات مستخدمة للمشروع للمباني الخضراء، يعني مشروع ما شاء الله فايز في جائزة، وكذلك ممكن يكون خبراء من برا الكويت وأشادوا في هذا المشروع. طبعا مشروعنا يعتبر هو أول مشروع حكومي صديق للبيئة. التصميم حاصل على 3 نجوم من منظمة الاستدامة القطرية، هي منظمة مختصة في المباني الخضراء وفق معايير معينة. طبعا المعايير منها معايير الطاقة، معايير موارد مياه وغيرها. معايير الطاقة مثل احنا استخدمنا في هذا المشروع اللي هو الطاقة الشمسية لتوفير ما يقارب من 9 إلى 12% من الطاقة المحتاجة المبنى. بالإضافة للموارد المائية احنا عندنا محطة لإعادة استخدام المياه المستخدمة في المشروع، يتم معالجتها وإعادتها في الري المزروعات والفلاشينج تكرمون في الحمامات. طبعا قبل اسبوعين تقريبا جاتنا زياره من مهندسين ودكاتره من منظمه الاستدامه القطريه للتاكد ان المعايير المطبقه في التصميم هل تم تطبيقها بالتنفيذ ام لا، والحمد لله بالعكس شافوا ان احنا مطبقين المعايير المطلوبه وحققنا بدال 3 ستارز احنا محققين 4 نجوم الحين حاليا، وهذا بفضل الله ومجهود الشباب وتعاون المقاول معنا. الله يعطيكم العافيه. مهندس، لكن بدنا نتكلم عن في 3 سراديب ودور ارضي، يعني ما شاء الله ودنا نعرف مساحة الدور الأرضي. لابد أن يمكن اتخذتوا إجراءات بخصوص المواقف، السيارة المواقف هي جدا مهمة للمبنى. صحيح، طبعا احنا 3 سراديب تستوعب تقريبا 220 موقف سيارة موزعة على 3 سراديب والدور الأرضي. طبعا المواقف السراديب هي بمساحة المشروع اللي هو 4670 متر، بالإضافة أن في السرداب الأخير هو في ملجأ شلتر، فالمواقف السيارات ماخذينها بعين الاعتبار حسب عدد الموظفين والمراجعين إن شاء الله راح يكون للمبنى. لو نتكلم عن نسبة الإنجاز حاليا إن شاء الله احنا تقريبا 70%، وهذه نسبة وايد ممتازة، وإن شاء الله احنا متوقعين خلال هذه السنة أن ننجز المشروع ونسلم الجهة المستفيدة. راح يكون هذا المشروع جاهز كامل إن شاء الله، جاهز خلال هذه السنة، يعني خلينا نقول بالنص الأول من السنة إن شاء الله يكون جاهز وتسلم الجهة المستفيدة. مهندس، هذا المشروع عمل معك عدد من المهندسين الكويتيين يعطيهم العافية، لا يزالوا موجودين معك في هذا المشروع. لو نتكلم عن كل مهندس وعمله وبعد ما تم إنجاز هذا المشروع. الحمد لله احنا مجموع المهندسين الموجودين منهم شباب كويتيين مهندسين ومهندسات فنيين ومساعدين مهندسين بجميع التخصصات، مدني، كهرباء، تكييف، ميكانيك، صحي. مهمتهم الاشراف على اعمال المشروع وتحقيق العقد وما تطلب من المواد وتشغيل وغيره. كل من قام بدوره الحمد لله رب العالمين من بدايه المشروع اليوم بجهد مضاعف لاداء مميز للحصول على المشروع في النهاية بالصفة المطلوبة والتعاقدية وبالشكل المطلوب إن شاء الله. مهندس، بعض المشاريع تحدد لها مثلا من وإلى، هل أنتم سبقتوا المدة الزمنية؟ إحنا إلى الآن إن شاء الله مع المدة الزمنية، وإن شاء الله نحاول نسلم قبل انتهاء المدة الزمنية. مهندس يوسف جاسر العنيزي مدير مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الإدارة العامة لنزع الملكية في منطقة جنوب السر منطقة الوزارة، يعطيكم العافية وعساكم على القوة، وإن شاء الله خلال 4 أشهر أو 5 أشهر راح يكون هذا المشروع منتهي، وراح نيكم راح نصور للمشاهد الكريم أن هذا المشروع الآن تم انتهائه بالكامل، وإن شاء الله راح يتم تسليمه إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم العافية وما قصرت وحياكم الله.